لولا حزب الله وقوته كانت المطالب الامريكيه او هذا ما يعتقده الامريكيون انه هاي المطالب تتحقق فاذا يجب ازاحه هذه العقبه. هون وهيدي يعني بتوجه فيها لكل واحد بلبنان. كل لبناني بصرف النظر عن خلفياته، عن عصبياته عن انا برايي بعد هذا الضغط المالي والاقتصادي علينا الأميركاني وبقولها بكل صراحة الأميركاني يعني عم يجرنا على دم وبقول لكل اللبنانيين عنا شهرين خطيرين جدا حصانتنا الوحيدة هي الوعي ما عنا حصانة تاني لأنه نحنا ما عنا دولة الأميركاني بده يجرنا هلأ لفتنة داخلية وهون معلش بتوجه للي كتير عم يستسهلوا قصة إطلاق تصريحات بدون تقدير خطورة التصريحات من رجال دين ورجال غير دين هالتصريحات إذا بدنا نحللها بالعصبيات منكون عم نخدمهم منكون عم نخدم بنكون عم نخلو من الفتنه يلي بتقتل تقتل اولادنا والفتنه ما رح تقتلنا انه تجنب فئه وتضحي و... بفئه بدها تصيب الكل بدها تصيب كل وطننا <applause> من هون دعوات الفيدرالية اللي عم بينحكى عنها اللي وراهم اللي ملقنهم بيعرف انه هيدي ما بتصير بس القصد من الفتنه <applause> وموضوع الحياد يلي عم بينحكى فيه تزيين الحياد وكانه بكاية زهر حلوه جايبين لك اياها بعيد ميلادك طيب تسمح لي بس لانه بدنا نستعرض الحياد بكل بس تفاصيله بس كلمة تفضل عفوا الحياد ما بيعملنا سويسرا لانه مش سويسرا اللي عملت الحياد وقت ظروف دوليه او ظروف اوروبيه املت هذا الحياد نحن منا متوفرة عنا ويلي بيقولوا انه هتلر ما اجتاح سويسرا بسبب الحياد بلجيكا وهولندا كانوا على الحياد اجتاحوا ما اجتاح سويسرا لأنه ما كان بحاجة لاجتياح لا سويسرا